طب بالنسبة للعريس بقى حمدي فتحي، هوريكم لقطة دلوقتي. وحمدي فتحي كان موجود النهارده في تدريبات الأهلي. حمدي فتحي اللي عارف إن عليه مسؤولية كبيرة، إن شاء الله يقدر يسعد بقى جمهور النادي الأهلي، كان النهارده متواجد. تعالوا نشوف اللقطة النهارده، وكمان لعيبة النادي الأهلي التحية المعهودة والسلام المعهود بالنسبة لعريسهم حمدي فتحي. دي اللقطة النهارده كان بداية. في الأول حمدي فتحي هيمر من الممر الشرفي. دي بقى الضرب والهزار والروح الحلوة الموجودة في تدريبات الأهلي. وده كمان أيمن أشرف وعمرو السولية وعلي لطفي يعني روح حلوة، روح زي ما شايفين في هزار وفي ضحك وفي، لكن اللعيبة عارفة إن في مسؤولية، ودي التحية دي اللي بتفوق بعد الجواز. فالروح زي ما بقول لحضراتكم، لعيبة النادي الأهلي عارفة إن عليها مسؤولية. المسؤولية امبارح كانت في الفرح، اللعيبة كلها واخدة تعليمات، الساعة 11 مفيش لاعب موجود في الفرح، كله بيغادر على بيته. المسؤولية التانية جاية من حمدي فتحي. حمدي فتحي النهاردة موجود في تدريبات الأهلي علشان بيتمرن بمنتهى القوة، علشان إن شاء الله عندنا مباراة مهمة جدا أمام أسوان، وشايفين وإحنا النهاردة في التدريبات. الحاجة التانية هتكلم فيها سريعا عشان أروح للفاصل عشان أستقبل ضيفي النهاردة، عندنا حوار جدا مع كابتن ياسر ريان.